اي كلام عن اي مطلب يطالب لا بد ان يكون عبر هذا الشعار، عبر هذه الموجهه، عبر هذه المحاولات. رموز كالنجوم تتلألأ في سماء أوال، وإن غيبتها السجون وإن سعى الطغاة لحجب شعاعها الذي يهتدي به البحرانيون في عتمة الليل المظلم الذي خيم على بلادهم في ظل حكم عائلة آل خليفة، ففكر الرموز ووضوح رؤيتهم إزاء ما يجري في بلادهم ظل مشعلا يهتدي به ثوار البحرين في حراكهم العادل. إنهم رموز وقادة ثورة 14 من فبراير في البحرين الذين قادوا الحراك الجماهيري الذي اندلع في البلاد عام 2011 لإنهاء عقود من الظلم وسياسات الإقصاء والتهميش والتمييز. عجز النظام عن وقف المد الجماهيري الهادر الذي قاده الرموز وفي مقدمتهم الأستاذين عبد الوهاب حسين وحسن مشامع وعبد الهادي الخواجة وعبد الجليل السنكيس وآخرين، فما كان منه إلا الاستعانة بالقوات السعودية التي احتلت البحرين ممهدة الطريق أمام النظام لقمع الثورة والزج بقادتها في السجن. لتبدأ رحلة الرموز مع معاناة طويلة في السجون الخليفية، حيث التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من العلاج ومن الزيارات إلا تحت شروط يأبى الأحرار قبولها. لكن هامات الرموز ظلت عالية وإرادتهم عصية على الانكسار فيما استمر النظام بتماديه، إذ عمد مؤخرا إلى مصادرة متعلقاتهم الشخصية ومنها مخطوطات عكفوا على كتابتها طوال السنوات الست الماضية. لكن السلطات تقع مرة أخرى في الوهم إن ظنت أنها ستحجب فكر الرموز عن الشعب، لأن خطهم الأصيل راسخ في ذاكرة البحرانيين يستهدون به كل يوم في حراكهم المتجدد.